ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في شيت 6. دي الاكزامبلز اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها مع بعض. اول حاجة نمبر 1 بيقولي consider the vector space R3, show that ان W is a subspace of R3. اول حاجة مديني ان شكل W هي السطح اللي فيها A B C وفيها condition ان ال A plus ال B plus ال C. اول حاجة المفروض ان انا هفكر فيها ان انا عشان ابروف ان السات بتاعتي دي اذا سب سبيس ولا لا، اول حاجة لازم السات دي تبقى نون امتي سبسيت من الفاكتور سبيس بتاعي، وهو معرف لي الفاكتور سبيس بتاعي هو الار 3. طيب هل هي فعلا ال W هي نون امتي سبسيت؟ اه فعلا هي نون امتي سبسيت عشان هي فيها الفاكتورز اللي شكلهم واخدين الشكل اللي هو A و B و C، وان ال A plus ال B plus ال C equal ال 0. بعد كده هبتدي ألات ان انا عندي تو فاكتورز اسمهم U و V، هم بيلونج لل W، بياخدوا نفس الشكل بتاع الست الدب، يعني اليو بتاعتي هتبقى A1 B1 C1 والفي بتاعتي هتبقى A2 B2 C2، بس هيبقى عندي الكونديشن بتاعي زي ما موجود في الدبليو فوق ان ال A بلس ال B بلس ال C ايكوال للزيرو، فلازم يبقى عندي في اليو تبقى ال C1 هي هتبقى ماينس ال A1 بلس ال B1، ونفس الكلام بالنسبة لفي ان ال C2 هي ماينس ال A2 plus ال B2. لو حد عايز مثلا ياخد الكونديشن لأ ان ال A هي ل equal negative C plus ال B، او حد يقول لأ انا هاخد ان ال B هي negative A plus ال C، برضو صح، المهم ان الكونديشن بتاعي يبقى متحقق. فانا خدت هنا ان ال C هي negative ال A plus ال B. فدلوقتي عشان اشوف هل هي سب سبيس ولا لا، اول حاجه قلت ان هي نون امتي سبست من الار 3، تاني حاجه هبتدي اشوف هل لما اجي اقول اليو بلس الفي هل الاديشن بتاع اليو بلس الفي هيبقى برضو موجود جوه الدبليو ولا لا. فكل اللي انا عملته في نمبر اي ان انا كتبت الفاكتور بتاعي اللي هو الفاكتور بتاعي اللي هو اليو اللي هو A1 B1 والسي 1 شلتها وحطيت مكانها نيجاتيف A1 بلس B1، والفاكتور التاني اللي هو الفي اللي هو A2 بلس البي A2 B2 ونيجاتيف A2 بلس B2. دول تو فاكتور في الار 3، هعمل اديشن بينهم ازاي؟ اول element في ال U زائد اول element في ال V، فهيبقى A1 plus A2. عشان اجيب second component هعمل ايه؟ هيبقى ال B1 plus ال B2، ونفس الكلام لل third component هيبقى ال third component في ال U plus ال third component في ال V. فهلاقي ان انا هوصل في الاخر ل A1 plus ال A2 B1 plus ال B2 و negative A1 plus ال A2 plus ال B1 plus ال B2. الستاب اللي قبليها يعني انا كتبت negative A1 plus ال B1 negative ال A2 plus ال B2، و since ان ال AI وال BI دول real number فانا اقدر اخد ال negative as a common factor وابتدي اقول ان انا هاخد ال A1 plus ال A1 plus ال A2 وال B1 plus ال B2. يبقى انا وصلت لما جيت لليو بلس الفي وصلت لايه؟ لثري فاكتور فيهم الفيرست والسكند كومبوننت بيلونج للار اللي هو A1 بلس الـ A2 والـ B1 بلس الـ B2. افتكر ان انا لما جيت اتكلمت عن اليو والفي كان الكونديشن على الثيرد كومبوننت كان هو ايه؟ كان نيجاتيف الفيرست كومبوننت زائد السكند كومبوننت. طب هل لما جيت عملت اليو بلس الفي هل الشرط بتاعي فضل متحقق ولا في حاجه اتغيرت؟ هبتدي ابص الثيرد كومبوننت بتاعي هو ايه؟ هو ال A1 بلس ال A2 بلس ال B1 بلس ال A2. طب لو انا بصيت ال A1 بلس ال A2 ده اصلا هو الفيرست كومبوننت عندي في ال U بلس ال V، وال B1 بلس ال B2 ده هو السكند كومبوننت، يبقى فعلا الثيرد كومبوننت هو نيجاتيف الفيرست بلس السكند كومبوننت اللي هو الشرط اللي انا كنت بادئه بي، يبقى then ال U plus ال V belong لل R. طبعا ما نساش ان ال A I وال B I belong لل R.
قلت كده ليه؟ عشان عندي ال A1 وال B1 وال A2 وال B2 belong لل R، يبقى كمان السم بتاعهم هو كمان هيبقى belong لل R، فهذان ال U plus ال V عندي belong لل W. طيب نمبر B هشوف ال scalar multiplication، هل لو انا ضربت ال K في ال U الفاكتور بتاعي هل هيبقى still جوه ال W ولا لأ؟ فانا قلت هاخد الكي في اليو، الكي هو كي بيلونج للار زي احنا ما احنا معرفينها في الاول خالص، هو سكيلر بيلونج للار، واليو بتاعتي اللي شكلها A1 B1 ونيجاتيف A1 بلس B1، هبتدي اعمل سكيلر اعمل ملتبليكيشن للسكيلر جوه الفاكتور، فهيبقى كي A1 كي B1 ونيجاتيف كي A1 B1. ابتدي اشوف هل الكونديشن بتاعي برضو متحقق ولا لا. انا الثيرد كومبوننت اللي هو نيجاتيف كي وبين قوسين A1 بلس ال B1 اقدر انا بتعامل مع ريال نمبر، فاقدر اوزع الكي عندي جوه، فاقدر اكتبها نيجاتيف كي A1 بلس كي B1. ارجع تاني انا عارفه ان ال A1 وال B1 هما بيلونج للار، يبقى اكيد الكي A1 والكي B1 belong للR، والكونديشن بتاعي ان انا عايزه الثيرد كومبوننت يبقى نيجاتيف الفيرست بلس السكند. طب هل هنا عندي الثيرد كومبوننت هو الفيرست بلس السكند؟ ايوه هو نيجاتيف بره، وبعدين كي A1 اللي هو الفيرست كومبوننت بلس كي B1 اللي هو السكند كومبوننت، يبقى انا عندي برضو الشرط بتاعي متحقق، يبقى then الكي في اليو بيلونج للدبليو، يبقى عندي الثلاث شروط بتاعتي ان الدبليو نان امتي سب سيت من الفاكتور سبيس بتاعي، وان اليو بلس الفي هم اي تو فاكتور هم كمان بيلونج للدبليو، وان لو كي في اليو بيلونج للدبليو يبقى انا الثلاث شروط بتوعي متحققين، يبقى الدبليو فعلا هي سب سبيس اوف ار 3. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي لو انا عندي السات A B C، السات اللي هي الشكل بتاعها A B و C، وعندي الكونديشن بتاعي ان ال A square plus ال B square plus ال C square less than or equal ال 1، بيقول لي هل السات بتاعتي دي هي سب سبيس ولا لا. طب الفاكتور سبيس بتاعي هو ايه هنا في الكيس دي؟ هو هيبقى ال R3 اللي هو vector space of all three vectors with real component، وال W زي ما احنا شايفين شكلها كده من شكلها هي فعلا non empty subset من مين؟ من ال R3. طيب يبقى انا التفكير بتاعي اول حاجة هفكر ان انا اخد two vector U وال V belong لل W، شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم نفس الشكل بتاع ال W بيحققوا ال condition بتاعها، فعندي ال U هنا A1 B1 C1، وعندي A1 square plus ال B1 square plus ال C1 square less than or equal 1، وال V هي ال A2 B2 C2، وعندي ال A2 square plus ال B2 square plus ال C2 square less than or equal ال 1، وال AI BI CI belong لل R. يبقى أول حاجة أنا هعملها هشوف هل لو أنا عملت addition لل U plus ال V هل هيبقى برضو موجود belong لل W ولا لأ؟ بيلونج ال W يعني ايه؟ يعني لما انا اجمع ال U بلس ال V هل الكونديشن بتاعي هيفضل متحقق؟ طيب انا برضو هكتب الشكل بتاع ال U A1 B1 C1 والشكل بتاع ال V A2 B2 C2، وهبتدي اجمع تو فاكتور مع بعض، الفيرست كومبوننت هنا مع الفيرست كومبوننت هنا and so on، فتطلع عندي A1 بلس A2 B1 بلس B2 C1 بلس C2. بس انا اللي عايزه اشوفه هنا هل الكونديشن بتاعي متحقق؟ يعني ايه الكونديشن بتاعي متحقق؟ يعني الفيرست اليمنت تربيع زائد السكند اليمنت تربيع زائد الثيرد اليمنت تربيع less than or equal 1 ولا لا؟ فهبتدي اشوف هل الشرط بتاعي متحقق ولا لا. طب الايكويشن بتاعتي اللي هي مكتوب عليها ايكويشن نمبر 1 ده هتديني، هل فعلا هتديني على طول حاجه less than or equal 1 فهي متحققه لي الشرط بتاع W ولا لا؟ طب لو انا جيت فكيت التربيع على ده، فاول حاجه هيبقى عندي A1 square plus A2 square plus 2A1 في A2، هاجي افك التانية هتبقى B1 square plus B2 square plus 2 B1 B2، هفك التالتة هتبقى C1 square plus C
C2 سكوير بلس 2 C1 C2. أقدر أختصرها في الشكل ده اللي هي A1 سكوير بلس B1 سكوير بلس C1 سكوير، اللي هي يعني اللي هي كان الشرط بتاعي الأولاني، زائد A2 سكوير بلس B2 سكوير بلس C2 سكوير و 2، وجوه بقى A1 A2 بلس B1 B2 بلس C1 C2. المفروض ان الترم الاولاني دوت من الكونديشن بتاع اليو ان هو يبقى ليه زين اور ايكوال ل1، والسكند ترم ده المفروض من الكونديشن اللي موجود في الفاكتور في المفروض يبقى ليه زين اور ايكوال ل1، بس انا عايز ان ده يتحقق على طول. فانا هسبوز ان انا عندي الفيرست ترم ده ايكوال 0.9، فهو فعلا less than ال1، والسكند كومبوننت ده هاخده ان هو less than، هاخده برضو ب 0.9 اللي هو less than ال1، وهاخد الثيرد تيرم ده بيساوي 0، وهبتدي اشوف الايكويشن بتاعتي دي هل هي هتديني حاجه less than or equal ل1 ولا لا. لو جمعت 0.9 و0.9 و0 هيديني 1.8. طيب يبقى الليفت هاند سايد بتاعي اداني 1.8. طب وانا المفروض كان يديني ايه؟ كان المفروض يديني حاجه less than or equal ال1، فهنا اداني الليفت هاند سايد بتاعي اكبر من ال1، فالشرط بتاعي الايكويشن نمبر 1 دي مش متحققه. انا اخدت فاليو اللي هي 0.1، ممكن سوري 0.9، حد تاني ممكن ياخد مثلا 1، مش هو قال الشرط بتاعي less than or equal ال1؟ طب حد ممكن يقول لا، طب انا هاخد ال1. لو خدنا 1 وخدنا الثيرد تيرم ده بزيرو، فبرضه هتبقى 1 بلس 1 بلس 0 هتبقى 2، برضه greater than ال1. لو جربت في حاجة تانية او بوينت مثلا او بوينت 6 برضه هتبقى 0.6، وممكن اخد، على فكره مش لازم اخد الاثنين زي بعض، يعني انا ممكن اخد الفيرست تيرم ده مثلا ب 0.9 والسكند تيرم ده ب 0.5، تمام. بس المهم ان انا في كيسز عندي مش بتحقق ان يبقى الليفت هاند سايد less than or equal ال1. طبعا ممكن تتحقق لحالات، بس طالما سنس ان انا لقيت حاله مش بتتحقق، يعني في عندي حاجه مش بتتحقق، يبقى اليو بلس الفي مش بيلونج للدبليو، يبقى الدبليو بتاعتي is not a subspace of ال R3. طيب نمبر 4 بيقول، نمبر 4 بيقول لي which of the following subset of R4 هي subspaces من ال R4. نمبر I بيقول لي ان انا عندي ال A وال B وال C وال D، هي السات فيها A و B و C و D، بس بقى عندي condition ان ال A لازم ت equal 1، ان ال B equal 0، وان ال C plus ال D equal ال 1. يبقى أول حاجة أنا عارفاها إن الفاكتور سبيس بتاعي هو الـ R4 اللي هو الفاكتور اللي فيه all four vectors with real component، وإن الـ W عارفة إن هي شكلها هي sub non empty subset من الـ R4، لكن ليها الشكل إن الـ A بتاخد 1 والـ B بتاخد 0 وفي relation بين الـ C والـ D. فأنا هقول إن أنا هكتب الـ D، هكتب السي بدلالة الدي، يعني هكتب ان السي، ان السي بتاعتي هكتبها ان هي 1 ماينس الدي. ممكن طبعا اعمل العكس، فاكن السات بتاعتي بقت بالكونديشن اللي انا كاتباها دي، هي 1 0 1 ماينس دي ودي، ودبليو هي نون امتي سبست من الار 4. همشي ازاي عشان اشوف هل هي سب سبيس ولا لا؟ الكونديشن الاولاني بتاعي متحقق، هي نون انتي سبست من الفاكتور سبيس بتاعي. ابتدي اشوف هل لو انا خدت يو وفي تو فاكتور بيلونج للدبليو دي، هل اليو بلس الفي هي كمان هتبقى بيلونج للدبليو ولا لا؟ فانا هقول لقيت ان اليو والفي بيلونج للدبليو. اليو شكلها عامل ازاي؟ هو الفاكتور اللي فيه 1 و0 و1 ماينس دي 1 ودي 1، ودي 1 دي بيلونج للار، والفي هي ال1 وال0 وال1 ماينس دي 2 والدي 2 والدي 2 دي بيلونج للار. طيب يبقى انا هشوف نمبر ايه، هل اليو بلس الفي بيلونج للدبليو ولا لا؟ هكتب شكل اليو اللي هي 1 و0 1 ماينس دي 1 ودي 1،
والفاكتور التاني 1 و0 و1 ماينس الدي 2 والدي 2، وهبتدي اعمل اديشن عادي بين 2 فاكتورز، الفيرست كومبوننت هنا مع الفيرست كومبوننت هنا، فهتبقى 1 و1 هتبقى 2، 0 و0 هتبقى 0، 1 ماينس دي 1 بلس 1 ماينس دي 2 هتبقى 2 ماينس دي 1 ماينس الدي 2، واخر element او اخر component عندي دي 1 بلس دي 2. طيب ابتدي ابص لشكل اليو بلس الفي، هل هي شكلها موجود فعلا وبيحقق الشرط بتاع الدبليو؟ طب الدبليو كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي ان الفيرست كومبوننت از 1 والسكند كومبوننت 0 والثيرد كومبوننت 1 ماينس دي والاخر كومبوننت دي، او اللي هو الاخر كومبوننت هو دي واللي قبليه 1 ماينس الاخير. طيب انا لو بصيت في اليو بلس بي هلاقي لا، اول كومبوننت عندي 2 مش 1، وتاني كومبوننت عندي 0، وتالت كومبوننت عندي هو 2 ماينس دي 1 ماينس دي 2. في الكونديشن بتاعي كان المفروض يبقى 1 ماينس الكومبوننت الاخير، وده مش متحقق عندي. يبقى الفيرست element عندي والثيرد element، الفيرست element المفروض يبقى ب 1 هو نوت ايكوال ل 1، والثيرد element المفروض يبقى 1 ناقص اخر element، وده مش متحقق عندي، فعندي ال U بلس ال V مش بيلونج لل W، فال W مش هتبقى sub space of V او of ال vector space بتاعي اللي هو ال R. Number 5 بيقول لي which of the following subset من B2 can be considered as a subspace. Number I السات W بتاعتي شكلها A2 T square plus A1 T plus A0، والcondition بتاعي ان ال A1 equal to A0. يبقى اول حاجة زي ما اتفقنا هي ان ال W هتأكد ان هي non empty subset من ال vector space بتاعي. طيب ايه ال vector space بتاعي؟ هو ال B2 اللي هو vector space of all polynomials of degree less than or equal to together with zero polynomial. فهي فعلا W هي non empty subset من ال B2، وشكلها زي ما هو مديهولي، والcondition بتاعي ان ال A1 equal to A2. يبقى حالات ان انا عندي UV belong لل W، where ان ال U شكلها عامل ازاي؟ هي A2 t square plus a1 t plus a0، والcondition ان ال a1 equal to a0. ده بالنسبة لل u، و a0 وال a2 belong لل r. نفس الكلام بالنسبة ل v، هي هتبقى ال b2 t square plus 2 b0 t plus ال b0. اللي انا عملته هنا حطيت الكونديشن بتاعي في شكل الايكويشن، يعني فوق كان بيقول لي ان شكل ال W هي A2 T square plus ال A1 T plus ال A0، وعندي ان ال A1 equal to A2 equal to A0، فانا لما جيت كتبت ال U شلت ال A1 وحطيت مكانها 2 A0، يعني شلت الكوفيشنت بتاع T وحطيت مكانه 2 A0. ونفس الكلام عملته لل V، شلت الكوفيشنت بتاع T وحطيت مكانه 2 ال B0 او اللي هو 2 في الكونستنت تور. وهقول له انا عندي برضو البي نوت والبي 2 هما بيلونج للار، والسي ده اي سكيلر بيلونج للار. واول كونديشن محتاجة ان انا تشك هل اليو بلس الفي هتبقى بيلونج للدبليو ولا لا. بجمع 2 بولينوميال، فلازم اجمع الكوفيشنت بتاعت التي سكوير مع بعض، والكوفيشنت بتاعت التي مع بعض، والكوفيشنت بتاع الكونستنت تور مع بعض. فلو جمعت اليو بلس الفي هيبقى عندي الكوفيشنت بتاع التي سكوير هو ال A2 بلس ال B2، والكوفيشنت بتاع التي هو تي A0 بلس التي B0، والكونستنت تور هو A0 بلس ال B0. يبقى في الاخر انا عايزة ايه الكونديشن اللي عندي؟ عايزة الكوفيشنت بتاع
بتاعتي يبقى 2 في الـ constant term زي ما كان في الـ W نفسها، كان الـ coefficient اللي هو الـ A1 coefficient of T كان 2 في الـ constant term. هل لما جبت الـ U plus الـ V فضل الشرط بتاعي متحقق؟ هو فعلا متحقق ان الـ coefficient of T هنا اقدر اخد الـ 2 as a common factor، فتبقى 2 A node plus الـ B node، والـ constant term بتاعي هو فعلا A node plus الـ B node. يبقى انا عندي كمان ان ال AI وال BI belong لل R، لل 0 ولل 1 ولل 2، فكمان ال addition بتاعهم هو هيبقى belong لل R. يبقى انا لقيت فعلا ان ال condition بتاعي متحقق، فال U plus ال V belong لل ال condition التاني اللي انا محتاجة اتشيك عليه هو C في ال U، هل هو belong لل W ولا لا. انا عندي شكل ال W وعارفة ان C ده ان scalar belong لل R، فلو عملت scalar multiplication هتبقى C A 2 T square plus 2 C A node T plus C A node. مستنس ان انا عارفة ان C وال A I belong لل R، فعارفة ان C يعني طالما هما تو سكيلر ضربتهم في بعض، فحصل الضرب ده برضو هيطلع لي بيلونج لل R، فاقدر اكتب الكوفيشن بتاع تي سكوير ان هو سي اي 2، ده الكوفيشن بتاع تي سكوير، والكوفيشن بتاع تي انا بتكلم في سكيلر مش على فاكتور، فاقدر يبقى اكتب التو لوحدها، والسي اي نوت كل ده مضروب في التي بلس السي اي نوت. اخلي بالي ان انا دايما هبص هل الكونديشن بتاعي متحقق ولا لا، عشان اقول هل السي في اليو بيلونج للدبليو ولا لا. الكونديشن بتاعي كان ايه؟ كان الكوفيشن بتاع تي بيساوي 2 في الكونستنت تيرم. طب ابص هنا في الايكويشن بتاعتي، الكونستنت تيرم بتاعتي كان شكلها ايه؟ سي في الاي نوت. طيب الكوفيشن اوف تي هو فعلا 2 في السي اي نوت، فهو 2 في الكونستنت تيرم، فكده فعلا عندي السي في اليو بيلونج للدبليو. يبقى عندي نمبر 1 كانت ان الدبليو نون امتي سيت اوف بي 2، وكان عندي اتحقق عندي ان اليو بلس الفي بيلونج للدبليو، واخر حاجه ان السي في اليو بيلونج للدبليو، ولقيت الشرط بتاعي متحقق في لما عملت ال U plus ال V وفي لما عملت ال C في ال U، ففعلا ال W is a subspace of B2. Number 6 بيقول لي which of the following subset can be considered as subspace of M23، ومديني ال W بتاعتي في number I هي ال matrix اللي فيها A B C D E F، وعندي ال A plus C equal للزيرو وال B plus D plus F equal للزيرو. يبقى أنا عندي أول حاجة أنا عندي ال condition بتاعي هحاول إن أنا أبسطه، فعندي A plus C equal للزيرو، فممكن أكتبها إن C equal negative ال A، يعني ال element اللي هو في ال first row في آخر column هو negative ال element اللي موجود في ال first column وال first رو. ونفس الكلام لو هعمله للاف ممكن اقول ان هو ايكوال نيجاتيف بي نيجاتيف دي، ولو حد عايز يعمل العكس ان هو يخلي الاي هي الايكوال نيجاتيف سي، او يخلي البي هي اللي بدلاله الاف والدي، المهم ان احنا نكتب الكونديشن صح. طيب ايه الفاكتور سبيس بتاعي؟ هو الام 2 3 اللي هو الفاكتور سبيس اوف اول 2 باي 3 ماتريسيز اوفر الار. ال W بتاعتي هي شكل الماتريسيز اللي بيبقى فيها الفيرست element في الفيرست رو في الفيرست كولم هو ال A، وبعد كده B، وبعد كده C شلناها وحطيناها بنيجاتيف A، وال D وال E ما عليهمش أي condition، وال F هي نيجاتيف ال B minus ال D، وأنا عارفة إن ال A وال B وال E وال D belong لل R. ما جبتش ليه هنا سترت السي والاف بيلونج للار؟ عشان خلاص هما بقوا بدلاله الاي والبي والدي، فاكنهم اختفوا من عندي. ففعلا الدبليو بتاعتي هي نون امتي سبست من الام 2 باي 3.
فانا زي ما متعوده عشان اشوف الكونديشن بتاعتي متحققه ولا لا، هاخد تو ماتريسيس لقيت ان هم A والبي بيلونج للدبليو، شكلهم عامل ازاي؟ زي الشكل اللي قدامنا، نفس الشكل بتاع الدبليو، بيحققوا نفس الشروط ان A ال A1 B1 نيجاتيف A1 D1 E1 ونيجاتيف B1 نيجاتيف D1، ونفس الكلام بالنسبة للبي، وانا عارفة ان ال A وال B وال D وال E بيلونج لل R. انا السؤال بقى بتاعي، هل لما انا اجي اجمع ال A بلس ال B، هل الجمع ده هيديني حاجة برضو موجودة في ال W بتحقق لي نفس الشرط بتاعي ولا لا؟ دول تو ماتريسيز هجمعهم بالطريقه العاديه بتاعه الماتريكس بتاعتنا، اللي هو كل element هجمعه على الكورسبوندنج element اللي قدامه، يبقى هتبقى A1 plus A2 B1 plus B2 negative A1 negative A2 D1 plus D2 E1 plus E2 ونegative element اللي هو الاخير. في كل مرة بحاول ان انا اشوف هل انا هوصل للشكل اللي انا حطاه او الكونديشن اللي انا حطاه. طيب ايه الكونديشن اللي انا حطاه؟ ان الاليمنت اللي في رو 1 كولم 3 اللي هو كان اسمه سي عندي، يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف الاليمنت اللي موجود في رو 1 وكولم 1. طب هبص على الماتريكس اللي هي A بلس B، هل الاليمنت ان رو 1 وكولم 3 اللي هو نيجاتيف وبين قوس A1 بلس A2، هل هو فعلا نيجاتيف الاليمنت اوف رو 1 كولم 1 اللي هو A1 بلس A2؟ اه الشرط بتاعي ده متحقق. طيب الشرط التاني كان ايه؟ كان الاليمنت اللي موجود في رو 2 وكولم 3 اللي هو كان اسمه F، هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن نيجاتيف الاليمنت اوف رو 1 كولم 2 اللي هو كان البي، و نيجاتيف الاليمنت اوف رو 2 و كولم 1 اللي هو كانت دي. يبقى انا هبتدي ابص على الاليمنت اوف رو 1 كولم 2 اللي هو هنا، هيبقى عندي مين؟ اللي هو اليمنت اوف رو 1 كولم 2 اللي هو B1 بلس B2. طيب الاليمنت اوف رو 2 كولم 1 اللي هو D1 بلس D2، لو بصيت عندي هلاقي فعلا هو نيجاتيف الاليمنت اللي احنا اتكلمنا عليه ونيجاتيف الاليمنت التاني، يبقى هو فعلا بيتحقق عندي الشرط بتاعي لل 2 element tool، يبقى ال A plus ال B belong لل D. طيب condition number B، هل ال K اللي هو أي any scalar belong لل R، لو ضربته في الميتريكس A هل حاصل الضرب ده هيديني matrix belong لل W؟ انا عارفه ان السكيلر طالما بضربه في ماتريكس وادخله على كل الاليمنت اللي عندي، فهيبقى شكل الماتريكس بتاعتي زي ما هي مكتوبه كده. طيب هبتدي اتشيك من الكونديشن بتاعي ان الاليمنت اللي موجود في الفيرست رو واخر كولم اللي هو كان اسمه سي، هناك الاليمنت اللي كان اسمه سي هو نيجاتيف الاليمنت اللي في رو 1 وكولم 1، ففعلا هنا عندي نيجاتيف كي اي 1 والفيرست اليمنت اللي هو كان الفيرست رو الفيرست كولم برضه هو كي اي 1، فهو النيجاتيف فعلا بتاعه. ونفس الكلام للاليمنت في رو 2 الكولم الاخير برضه هو النيجاتيف بتاع الاليمنت اللي هو كي بي 1 وكي دي 1، يبقى الكونديشن بتاعي متحقق، يبقى الكي في الاي فعلا بيلونج للدبليو، يبقى الدبليو از سب سبيس اوف ام 2 باي. طيب دلوقتي هو مديني تو ايكويشن زي ما احنا شايفين شكلهم عامل ازاي، بيسالني از ذا سيت اوف all solution of this system subspace of R5. المسألة دي مختلفة شوية عن اللي احنا كنا بنحله.
احنا كنا في المسائل اللي قبل كده كان بيقول لي الست نفسها شكلها عامل ازاي، يعني كان بيقول لي ان الدبليو شكلها بتساوي كذا، هل هي سب سبيس من فاكتور سبيس ويديني الفاكتور سبيس. بس هنا شكل الست بتاعتي مش عندي، هو عامل لي ديفينيشن ليها ان هي set of all solution of this system، يبقى هو بيتكلم على السولوشن بتاع السيستم ده. يبقى انا لازم الاول اجيب شكل السات بتاعتي وبعد كده اشوف هي سب سبيس ولا لا. يعني اكن المساله بتاعتي مقسمه لحاجتين، ان انا بحل في الاول خالص اكني بحل لينير ايكويشنز عاديه وبجيب السولوشن بتاعتي عامله ازاي، والسات بتاعت السولوشن دي بعد ما اجيبها هي بقى اللي هبتدي اشوف هل هي سب سبيس من الار 5 ولا لا. طيب ازاي احل السيستم ده؟ انا خدت كذا طريقة ممكن احل بيها. انا ممكن اكتب السيستم ده في الماتريكس فورم، اقدر اكتب السيستم ده ان هو a x equal 0، وانا عارفة ان ال a دي هي الكوفيشنت ماتريكس وال x ده الفاكتور اللي فيه unknown، وال 0 ده الرايت هاند سايد اللي هو الزيرو فاكتور اللي موجود في الكونستنت بتوعي اللي كلهم بزيرو عشان هو هوموجينس سيستم. طيب اقدر احل السيستم ده ازاي؟ اقدر احله بالاوجمانتد ماتريكس اللي انا عارفه ان هي بيبقى فيها الكوفيشنت مع الرايت هاند سايد، فاقدر اكتب الكوفيشنت بتاعتي زي ما مكتوبه في الايكويشن 1 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 2 1 و3 نيجاتيف 3 و2 و0 و2 والاذر سايد بتاعي اللي هو على طول بزيرو. طيب اقدر ان انا اعمل ترانسفورمينج للاوجمانتد ماتريكس دي للرو ايشلون فورم عشان اقدر اجيب السولوشن بتاعي، فاقدر اسهل حاجه عندي ان انا اضرب الفيرست رو في 3 وبعد كده اعمل له اد على السكند رو، فلو عملت كده هوصل للسكند ماتريكس عندي اللي هي شكلها 1 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 2 1 و0 و0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 6 ونيجاتيف 1. كمان ممكن ان انا اضرب السكند رو في نيجاتيف واحطه في السكند رو عادي، كل ده انا بعمل اوبريشنز عشان اسهل على نفسي. مش هقدر اعمل اوبريشن اكتر من كده، مش هتوصلني لحاجه. من الرو ايشلون فورم دي قدرت اوصل ان انا عندي تو ليدنج فاريبل اللي هم مين اللي انا معلمه عليهم اللي هم الاكس 1 والاكس 3. يبقى منطقي يبقى عندي كام فري فاريبل؟ نمبر اوف فري فاريبلز هم ال n ماينس ال r، ال n هي النمبر اوف انونز اللي هي هنا 5، وكام وال r اللي هي النمبر اوف ايكويشن اللي انا وصلت لها في الرو ايشلون فورم اللي هم كانوا 2، يبقى n ماينس r اللي هي 5 ماينس 2 ايكوال 3. يبقى الفري فاريبل بتوعي هم مين؟ هم ال x2 وال x4 وال x5. طب يبقى انا اقدر اعمل باك سبستيوشن واجيب الاكس 3 هي هت ايكوال، لو انا بصيت في السكند رو يبقى انا هودي الناحيه الثانيه هتبقى 6 اكس 4 نيجاتيف اكس 5، ولو انا عملت نفس الكلام لاكس 1 هتبقى لو وديت الناحيه الثانيه هتبقى اكس 2 نيجاتيف اكس 3 بلس 2 اكس 4 نيجاتيف اكس 5. ممكن اشيل الاكس 3 واحط مكانها اللي انا جبته فوق اللي هو 6 اكس 4 نيجاتيف اكس 5، ولو عملت الاختصارات بتاعتي في الاخر هوصل للاكس 1 ان هي ايكوال اكس 2 نيجاتيف 4 اكس 4. خلاص انا اقدر في الحاله دي ان انا افترض ان الاكس 2 والاكس 4 والاكس 5 اللي هما الفري فاريبل بتوعي بياخدوا اي ريل نمبر، فافترض ان الاكس 2 بتاخد ار والاكس 4 بتاخد اس والاكس 5 تاخد تي، وان الار والاس والتي دي بيلونج للار، واقدر اجيب في الكيس دي الجنرال سولوشن بتاعي بالسبستيتيوشن اللي انا كنت كاتباه، فهشيل كل اكس 2 اكس 4 واكس 5 واحط مكانها الار والاس والتي، وهكتب بالترتيب بتاعي الاكس 1 هي الار نيجاتيف ار نيجاتيف 4 اس، والاكس 2 عندي اهي بار، وبعد كده هكتب الاكس 3 هكتب اللي بيساويها، والاكس 4 والاكس 5 اللي هي اس وتي. دي الست اللي انا جبتها، هو ده الست اللي انا بقى عايزه اتشك هل هي اتس سب سبيس اوف ار 5 ولا لا.
تمام. ال R5 هو ال vectors base of all 5 vectors with real component. لو انا كنت ما قدرتش اوصل للجنرال سولوشن ده، ما كنتش قدرت اوصل لشكل الست دي اللي انا عايزه اجيب لها سب سبيس، مش هعرف اكمل. فانا الاول لازم اجيب الست بتاعتي، هو ده السات بتاعت الاول سولوشن بتاع السيستم اللي هو كان سألني عليه. والدبليو خلاص انا عارفه ان هي نون امتي سبسيت من الار 5 عشان هي فيها 5 كومبوننت. الخطوات بقى بتاعتي العاديه جدا، هبتدي اشوف اليو والفي تو فاكتور بيلونج للدبليو، وشكلهم شكل الدبليو بيحققوا نفس الشروط بتاعتي، فهيبقى شكلهم نفس اللي مكتوب عندي بالظبط اليو والفي. وعارفه ان الار اي والاس اي والتي اي للاي ايكوال 1 و2 هم بيلونج للار. وابتدي اسال نفسي هل لو انا عملت اليو بلس الفي هل هلاقيهم بيلونج للدبليو ولا لا. نفس كل حاجة، نفس كل حاجة هبتدي أجمع ال corresponding element اللي قدام بعض. يبقى هنا هتبقى عندي R1 plus R2 negative RS1 plus S2، كل ده ال first element بتاعي، second one R1 plus R2 و third one لحد ما هوصل للنهاية. لازم وانا بعملها ابتدي ابص للسات بتاعتي شكلها الاصلي كان عامل ازاي، واللي انا وصلت له هو عامل ازاي، وهل الشرط بتاعي بيتحقق ولا لا. ففي الجنرال سولوشن كان الاليمنت الاولاني بتاعي ار ماينس 4 اس، وايه الار دي كانت السكند كومبوننت، وايه الاس دي كان الكومبوننت اللي قبل الاخير. ففعلا انا لو بصيت هنا هلاقي ان في اليو بلس الفي هي فعلا في الفيرست كومبوننت هو الار 1 بلس الار 2 اللي هو السكند كومبوننت ماينس 4 ايه الكومبوننت اللي الاخير. يبقى انا كده تمام، الار 1 بلس الار 2 مفيش عندي كونديشن. وبعد كده 6 اس ماينس تي ابتدي اشوف برضو هل الكونديشن بتاعي متحقق ولا لا، وهلاقيه فعلا متحقق يبقى اليو بلس الفي بيلونج للدبليو. الكونديشن التاني هل السي في اليو بيلونج للدبليو ولا، هضرب برضو سكيلر مالتيبليكيشن، سكيلر هضربه في فاكتور وابتدي اشوف هو فعلا استل بعد ما ضربته هل هو متحقق ولا في حاجة عندي مش متحققة. فهلاقيه برضو ان الشرط بتاعي متحقق، فهلاقي ان السي في اليو بيلونج للدبليو، فمعنى كده ان الدبليو از سبيس اوف الار 5، والدبليو دي هي النال سبيس او سولوشن سبيس عشان انا بتكلم على هوموجينس سيستم. اخر اكزامبل هيكون موجود معانا، هو بيقول لي let ان عندي W1 هي الست بتاعت ال 2 by 2 matrices اللي في الفورم اللي قدامنا x نيجاتيف x y و z، و x y و z belong لل R، و W2 هي السيت بتاع ال 2 by 2 matrices الفورم بتاعها a b نيجاتيف a و c، و a و b و c belong لل R. بيسألني هل ال W1 intersection W2 is a vector space ولا لا. انا عارفة ان ال W1 شكلها عامل كده وان ال W2 شكلها عامل كده، يبقى اكيد سنس ان W1 و W2 تو نون امتي سبسيت اوف V، وال V هي عندي هنا ال M2 2 باي 2. يبقى عارفة ان W1 انترسكشن ال W2 هي كمان هتبقى نون امتي سبسيت اوف فاكتور سبيس M2 باي 2. هنا مش طالب مني، هو طالب مني ان انا اشوف هل ال W1 انترسكشن ال W2 هو فاكتور سبيس ولا لأ. هنا يكفيني ان انا ابروف ان ال W1 intersection W2 is a subspace of M2 by 2. ليه؟ عشان احنا عارفين ان every vector space is a subspace of itself. يبقى انا هنا ممكن اكتفي بان انا ابروف الشرطين بس بتوع السب سبيس، وفي منهم ان انا عرفت ان هم هيبقوا نون امتي سبسيت اوف فاكتور سبيس M2 2. طيب يبقى انا محتاجه دلوقتي ايه؟ محتاجه شكل ال W1 intersection W2. ايه هو الشكل بتاع W1 تقاطع W2؟ ايه المفروض يتحقق؟ المفروض ان انا الميتريكس الجديده اللي هي W1 intersection W2 تبقى ميتريكس بيتحقق فيها الشروط الموجوده في W1 وفي W2. فانا هبتدي ابص على W1
وده B2، وابتدي اشوف ايه اللي المفروض ان انا يتحقق عندي عشان احطه في الانترسكشن ما بينهم. طب لو بصينا للسات بتاعت الميتريكس اللي هي W1، ايه اللي هلاقيه؟ ايه الحاجة اللي انا ملاحظة ان عليها كونديشن؟ انا عندي اكس واي وزد بيلونج للار. لو انا خد الشرط الوحيد اللي عندي هنا ان الاليمنت اللي موجود في الرو نمبر 1 والكولم نمبر 2 هو نيجاتيف الاليمنت اللي موجود في رو نمبر 1 وكولم 1، يعني هو هنا اكس وهنا نيجاتيف اكس والواي والزد مش عليهم شروط، يبقى انا من W1 عرفت ان انا لو عندي الاليمنت اللي موجود في الصف الاول العمود الاول لازم الاليمنت اللي موجود في الصف الاول العمود التالي يبقى السالب بتاعه، وبقية الاليمنت مش عليهم شروط. طيب لو بصينا لل W2 هنلاقي ايه؟ W2 لو بصينا فيها هنلاقي ايه؟ هي بيقول لي السات اللي فيها الماتريكس اللي شكلهم او الماتريسيز اللي شكلهم اي بي نيجاتيف اي وسي. لو فكرنا بنفس المنطق اللي احنا جبنا منه الكونديشن بتاع W1 هنفكر هنا ازاي؟ نفس الكلام، انا عندي ايه اللي بينهم ريليشن او بينهم علاقة؟ هو الاليمنت اللي موجود في الرو نمبر 2 والكولم نمبر 1 اللي هو نيجاتيف ايه. هو ايه؟ هو النيجاتيف بتاع الاليمنت اللي موجود في الرو نمبر 1 والكولم نمبر 1، والبي والسي مش عليهم كونديشن. يبقى انا من W1 لقيت ان انا عندي كونديشن، ومن ال W2 لقيت ان انا عندي كونديشن. يبقى المفروض لما اجيب التقاطع ما بينهم بين ال W1 وال W2 الاقي ايه؟ الاقي ماتريكس بتحقق شرطين. اول حاجة محتاجين ان احنا نعملها ان احنا اصلا نحدد الاليمنت اللي موجود في الرو نمبر 1 والكولم نمبر 1. ليه؟ لان هو ده المشترك بين ال W1 وال W2، هو ده اللي الكونديشنز بتاعتي بتبقى مرتبطة بيه. فانا اول حاجة هحط الاليمنت الاولاني اللي هو في الصف الاول وفي العمود الاول. بعد كده هبتدي اشوف الشرط بتاعي من ال W1 اللي هو الاليمنت اللي كان موجود في الرو نمبر 1 والكولم نمبر 2 لازم تبقى الساين بتاعته او الاشارة بتاعته عكس اللي انا حطيته اللي هو الاليمنت نمبر 1 اللي هو موجود في الصف الاول والعمود الاول. ده الشرط ده جاي من ال W1. ونفس الكلام ان انا عايزه الاليمنت اللي موجود في الرو نمبر 2 والكولم نمبر 1 لازم يبقى النيجاتيف بتاع الاليمنت اللي موجود في رو نمبر 1 وكولم نمبر 1. يبقى انا عشان اجيب شكل ال W1 تقاطع ال W2، اول حاجه لت ان انا عندي ال A ده هو الفيرست اليمنت اللي موجود في الرو نمبر 1 والكولم نمبر 1. عندي شرطين عايزه اعملهم، هما ايه؟ شرط من ال W1 ان هي تبقى نيجاتيف A، وشرط من ال W2 ان برضو تبقى نيجاتيف A. ليه A؟ عشان هو ده الاليمنت اللي انا حطيته، افترضت ان يبقى اسمه A. طيب الاليمنت الاخير اللي هو موجود في رو نمبر 2 وكولم نمبر 2، هل ده عليه اي كونديشن؟ لا. يبقى انا كده جبت الميتريكس اللي هي W1 تقاطع W2 او intersection W2 اللي بتحقق الشرطين بتوع ال W1 وبتوع ال W2 مع بعض. يبقى انا استنس ان انا جبت الشكل بتاع ال W1 intersection W2، خلاص عرفت ان هي non empty subset من ال M2 by 2، واقدر اشتغل عليها الكونديشن بتاعتي عادي جدا. هاخد A و B هما 2 ماتريكس موجودين في ال W1 intersection W2، حتى ممكن اسميها W كبيرة او اسميها اي رمز، وهي ان هي ال A هي A1 نيجاتيف A1 نيجاتيف A1 B1 اللي هو نفس الشكل بتاع ال W1 تقاطع W2، وال B بتاخد A2 نيجاتيف A2 نيجاتيف A2 و B2 ايا كان، برضو المهم ان هي تكون بتحقق الشرط. وهسأل نفسي السؤال بتاع كل مرة، هل لما اجيب A بلس B هيطلع في السات بتاعتي اللي انا عايزة بروف ان هي سب سبيس ولا لأ؟ احنا بنتكلم في المتريسيز، بجمع يبقى هستخدم الاديشن العادي بتاعي بتاع المتريسيز، طالما هو ما قاليش استخدمي حاجة تانية، وابتدي ابوست هل الشرطين بتوعي متحققين اللي المفروض يبقوا موجودين في الدبليو ولا لا. فانا هنا عملت ال A بلس ال B، طلعت لي الماتريكس بتاعتي A1 بلس A2 نيجاتيف
الاليمنت الاولاني اللي هو الكولم الاولاني في الرو الاولاني، نيجاتيف اللي هو في السكند رو بقى نيجاتيف A1 بلس A2 اللي هو الشرط برضو بتاعي ان هو يبقى النيجاتيف بتاع الاليمنت اللي موجود في الرو الاولاني والكولم الاولاني والاخراني مش عليه شروط. فانا كده فعلا اتاكدت ان ال A بلس ال B بيلونج لل W1 انترسكشن لل W2. هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي ان الشرط بتاعي متحقق لو انا هكتب الميتريكس بتاعتي بالشكل الجنرال A11 A12 A21 A22. انا عايزة ايه؟ عايزة ان ال A12 وال A21 يبقوا نيجاتيف ال A11 وال A22 تبقى فري مش عليها كونديشن. وده فعلا لما جيت عملت A بلس B لقيت الكونديشن بتاعي ده متحقق، يبقى هو فعلا ال A بلس B بيلونج للانترسكشن بين ال W1 وال W2. نفس الكلام هعمل في السكيلر مالتيبليكيشن، هاخد الكي سكيلر ان سكيلر بيلونج للار وهضربها في الاي الماتريكس بتاعتي اللي بتحقق لي الشرط، واشوف هل بعد ما اضرب هل الشرط اللي انا كاتباه فوق ده متحقق ولا لا. فلاقيه فعلا ان هو متحقق، فعندي from 1 2 3 1 دي ان انا قلت ان الانترسكشن او التقاطع بتاع W1 وال W2 هو نون امتي سيت من ال M2 باي 2، وان ال A بلس ال B بيلونج للانترسكشن، وان K في ماتريكس ليها الشكل ده هي كمان بيلونج للانترسكشن. فمعنى كده ان ال W1 انترسكشن W2 هي طلعت سب سبيس من ال M2 باي 2، وانا خلاص عارفه ان every subspace is a vector space itself من السيرم اللي احنا خدناها، يبقى ده كافي ان انا اقول ان W1 تقاطع W2 is a vector space. وكده اكون وصلت للي انا عايزاه.